الرحمن الرحيم. بعد ساعات عمل طويلة خلال اليومين الماضيين، نعلن اليوم استلامنا لنص الاتفاق السياسي المعدل، والذي سنعود به إلى طرابلس لعرضه على المؤتمر الوطني العام، وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. إننا ندعو في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا جميع المشاركين في الحوار السياسي الليبي التحلي بروح المسؤولية وتقديم مصلحة الوطن. لقد كانت اجتماعاتنا مع باحثة الأمم المتحدة وسفراء الدول المشاركين في الحوار السياسي صريحة وواضحة، والأهم من هذا إنها كانت بناءة ومثمرة. الأمر الذي ترتب عليه تضمين تعديلاتنا بطريقة إيجابية، وهو ما نراه خطوة هامة تتفق مع وثيقة المبادئ والثوابت التي وقع عليها أعضاء المؤتمر الوطني العام، وبما يحفظ مبادئ ومكتسبات ثورة فبراير وسيادة واستقلال الدولة الليبية واحترام القضاء وأحكامه. وأخيراً، فإننا ندعو الجميع للتعامل مع الاتفاق السياسي وما تم التوافق عليه بروح يسودها التعاون والتوافق، يكون المنتصر الوحيد فيها هو الشعب الليبي.